لو انا عايز اعرف حمل متحرك على الفريم اللي موجود دوت، اول حاجه بختار الفريم اليمنت، او مش لازم اختاره بس لازم أنا اكون عارف الرقم بتاعه. انا الفريم اليمنت الرقم بتاعه 33. عمليه تعريف الاحمال المتحركه بتتم بثلاث مراحل. اول مرحله في الموفينج لود هي تعريف الباثز، بعد كده تعريف الفيكلز، بعد كده تعريف الفيكل كلاسز. بعرف الباث ازاي؟ بقوم مختار الباث، اقول له اد نيو باث او موديفاي على باث قديم. انا لو هاد نيو باث او همسح الباث القديم دوت ديليت ولا كانه كان موجود، اد نيو باث، هقول له الباث بتاعي باث رقم 1، بعد كده محطوط على فريم اليمنت رقم 33، ما انا خلاص عرفت رقمه. وبعدين انا مش عايز سنتر لاين اوفست، وقلنا ان السنتر لاين اوفست ده لو انا عايز احط الحمل المتحرك ده على اوفست ديستانس بعيده عن الفريمز مثلا، واقول له اد. كده انا عرفت المسار اللي هيمشي فيه الايه؟ اللي هيمشي فيه الحمل. اقول له اوكي، كده اول باص ايه؟ اتعرف. تمام؟ هاجي الخطوه الثانيه من تعريف الموفينج لود اللي هي تعريف الايه؟ الفيكل. طبعا هنا لسه ما فيش اي فيكلز موجوده، فمثلا افرض انا عندي انواع مختلفه من الايه؟ من الفيكلز، عندي فيكلز صغيره الاكسل لودز بتاعتها ليها 2 اكسل لود، ليها 3 اكسل لود، فاقوم معرف الفيكل اقول له اد نيو فيكل. نركز بقى في الفيكل عشان هي دي الايه؟ هو ده المهم. الفيكل زي ما اتفقنا هي بيبقى فيه قبليها ديستريبيوتد لود، بعديها شويه كونسنتريتد لودز بتعبر عن الاكسل لودز، بعد كده شويه ديستريبيوتد لودز. اول ديستريبيوتد لودز دول بيسميه حاجه اسمها الليدنج لود، بعد كده دول بنسميهم الفيكسد، بعد كده دول بنسميهم التريلنج. تمام؟ يعني اول حاجه ليدنج فيكسد تريلنج. ايه الليدنج؟ الليدنج اللي هو الحمل اللي بيبقى في الاول. الكونسنتريتد لودز اللي بعد كده بنسميها فيكسد، الديستريبيوتد لودز اللي بعديها بنسميها تريلنج. تمام؟ طيب اول حاجه بنعرفها اللي هو الليدنج، اللي هو الليدنج لود. تمام؟ كل الكلام ده انا كاتبه هنا. اول حاجه بيبقى اسمه الليدنج، الاكسل لودز بيبقى اسمها فيكسد لينس، بعد كده بيبقى اسمه ايه؟ التريلنج لودز. ايه؟ لا لا، ما هو انا بقى هو العربيه بتبقى كده، يعني العربيه بتبقى 2 اكسل لود وقبليها شويه ديستريبيوتد وبعديها شويه ديستريبيوتد، مفيش عربيه بتتحط غير لما يبقى قبليها وبعديها شويه ديستريبيوتد لودز. تمام معايا؟ ممكن العربيه دي تبقى كذا اكسل لود، يبقى 10 مثلا او 7 او 8. تمام؟ بس بيبقى قبليها وبعديها بيبقى في ديستريبيوتد لودز. تمام؟ انا كان معايا صوره هنا لشويه الاكسل لودز بتاعت الكود اللي هو الاشتو. اللي هي بتعبر عن التراك لودز اهي. لو انا لاحظت كده ادي اول تراك ليها 2 اكسل لود، واحد ب7 وواحد ب13 طن. بعد كده هنا في 3 اكسل لود، بس هنا لو لاحظت ال2 اكسل لود دول جنب بعض. تمام؟ فبالتالي ممكن تعتبر ان الاثنين دول 20 طن مثلا ودول 7 طن، او عايز توزعهم 10 10 اوكي، لكن دول بعاد عن بعض وهكذا. دي انواع تراكس مختلفه. قبل كل تراك وبعد كل تراك من دول بيبقى فيه حمل ديستريبيوت. تمام؟ طيب نيجي للفايل الساب بتاعنا ده. هعرف الباص اول حاجه بنعرفها اللي هو الليدنج لود. هنا الليدنج لود دوت بيبقى حاجه شويه ديستريبيوتد لود ممتدين على طول الكاميرا كلها. تمام؟ فبالتالي هنا مفيش حاجه اسمها مينيمم ديستانس قد ايه. اول اللي بقوله له بقول له اليونيفورم لود ده بتاع الليدنج لود ده قيمته قد ايه، وليكن 500 كيلو اللي هم كام؟ 0.5. ومفيش اكسل لود فيها لانها حمل ايه؟ ديستريبيوتد. واقول له ايه؟ واقول له اد. اروح عمل لي ايه؟ خلي لي اللون ده ايه؟ كله احمر. معناها ايه؟ معناها ان الحمل ده ممتد للانفينيتي على طول الايه؟ الكاميرا كلها. بعد كده ابتدي اعرف الايه؟ الفيكسد لود. الفيكسد لود اقول له ان ده فيكسد لينس. طبعا بيقول لي المينيمم ديستانس قد ايه؟ يعني بيقول لي ايه؟ بعده عن الليدنج ده قد ايه؟ تمام؟ هقول له مثلا ان البعد بتاعه 1 متر. بيقول لي هل معاه يونيفورم لود؟ لا معهوش يونيفورم لود. بزيرو. تمام؟ ده معناه ايه لو هو معاه يونيفورم لود؟ معناه ان في شويه لودز ايه؟ هنا مع الايه؟ مع الكونسنتريتد. تمام؟ فهقول له لا اليونيفورم لود بزيرو. طب الاكسل لود بكام؟ وليكن ب 10 طن. واقول له ايه؟ واقول له اد. لاحظت عمل ايه هنا؟ حط على بعد 1 متر الايه؟ الفيكسد لود. طبعا في فيكسد لود كمان. هاجي اقوم اعمل ايه؟ اقول له في فيكسد لينس واحد كمان المينيمم ديستانس بتاعه مثلا على بعد 2 متر من الايه؟ من الثاني. هاجي اقول له مثلا على بعد وليكن 3.
اليونيفورم لود بزيرو، ولو انا عايز اغير اللود مثلا ما يبقاش 10 يبقى 15 عادي مفيش مشكله. واقول له ايه؟ واقول له اد. عمل ايه؟ حط اللود دوت كان 10 لكن ده كان كام؟ ده 15. فلو لاحظت هلاقي ده صغير لكن ده ايه؟ ده كبير. بعد كده هقول في فيكسد لينس ثانيه، لازم اقول ان في فيكسد لينس اخيره اللود بتاعها بزيرو عشان ايه؟ ادي شويه ديستنس للود الايه؟ اللي بعده. فمثلا هقول ان في فيكسد لينس قيمتها على بعد مثلا واحد وقيمه الاكسل لود بتاعها زيرو، واقول لها واقول له اد كده. عمل ايه؟ كده انا سبت مسافه فاضيه. يبقى اذا انا عندي واحد ثلاثه واحد. بعد كده عايز احط الايه؟ التريلنج لود اللي هو ال 500 اللي بعد كده. فاقول له ايه؟ ان في حمل دلوقتي تريلنج قيمته اليونيفورم بتاعته 0.5، واقول له اد. تمام؟ كده انا عرفت ايه؟ عرفت التراك بتاعتي بالحمل اليونيفورم اللي قبل واللي بعد والاثنين اكسل لودز اللي ايه؟ اللي في النص. اما بقى انا لو عندي حمل بس بيتحرك كونسنتريتد لود، انا مش بداخل في الدوامه دي، هعرف فيكسد لود قيمته كذا بيتحرك وخلاص، خلص الموضوع على كده. يعني هو فيكسد لود بس. يعني انتوا لو عندكم كرين تراك جيردر بيتحرك على كاميرا، هو فيكسد لود وخلاص، خلص الموضوع على كده. يبقى انا عندي 1 طن بتتحرك على الكاميرا دي، لكن دي اللي هي الحاله العامه، الكيس العامه لو انا عندي عربيه بتتحرك على كوبري. تمام؟ واجي اقول له ايه؟ اوكي اوكي كده انا عملت ايه؟ عرفت اول باث. تمام؟ لو انا جيت علمت على الفريم ده كده وبصيت على اللودز اللي محطوط عليه، لسه ما اتحطش عليه حاجه. تمام. هاجي اخش على المرحله الثانيه من الديفاين اللي هو الموفينج لود على الفيكل كيسز. لو انا بصيت هنا هلاقي في فيكل 1 اتعرفت. يعني ايه؟ يعني هي اتعرفت. كان زمان في الفيرجنز الساب القديمه كنت انا لازم اخش اعرفها ايه؟ بنفسي. يعني كان لازم اخش كده ديفاين، يعني انا لسه معرف دلوقتي موفينج لود فيكل اسمها فيكل 1. في فيكل كيسز افرض انا الفيكل دي عايز اضربها في رقم تاني، يعني ايه؟ تضرب في 1.4 او حاجه. فاخش على الموفينج لود فيكل كيسز واقول له موديفاي اند شو، واضرب الفيكل دي في ايه؟ في فاكتور مثلا في 1.4 1.6 اي حاجه، واقول له اوكي وكنسل، او اقول له اوكي او اكنسل لو انا عايز اعرف او ما اعرفش. تمام؟ طيب دلوقتي لسه الفريم ده ما اتحطش عليه ايه؟ ما اتحطش عليه اي حاجه. انا يا دوبك عرفت ان في باص معين هتمشي عليه الفيكل، وعرفت ان في فيكل معينه بالاوزان اللي احنا ايه؟ لسه فرضينها. عايز بقى اقصاين الحمل ده على الايه؟ على الكاميرا اللي موجوده. تمام؟ هعمل ايه؟ هاجي هقوم اعلم على الفريم، هقول له اقصاين فريم، في حاجه هنا اسمها باص، هحط عليه ايه؟ الباص اللي انا ايه؟ معرفه. معايا؟ اساين فريم باث. فمثلا هحط عليه باث 1. تمام؟ طب كده ده معناه ايه؟ معناه ان اللود هيتحط على الايه؟ على الفريم ده بس. لا، انا عايز احطه على ايه؟ على الفريمات كلها، على الجروب اللي انا كنت ايه؟ عامله. كنت عملت الجروب ازاي؟ كنت علمت على دول كده وقمت رحت اساين تو جروب، وكنت مسميهم ايه؟ بريدج جيرد. لو انا عايز اد نيو جروب واسمي اي جروب يعجبني. تمام؟ طيب ازاي اسلكت الجروب اللي كان معمول؟ يعني انا دلوقتي عملت جروب وخلاص رميته في الساب، عايز اسلكت الجروب ده، يبقى اكيد من قائمه ايه؟ سلكت. يبقى سلكت، لو انا دخلت جوه قائمه سلكت الثانيه دي هلاقي في حاجه تحت اسمها هنا ايه؟ جروب. يبقى سلكت سلكت جروبس. تمام؟ علمت على جروبس دي هيقول لي كل الجروبس اللي موجوده عندي. عندي في جروب اسمه بريدج ايه؟ بريدج جيردر. اول ما اعلم عليه واقول له اوكي قام راح مختار لي ايه؟ الجروب ده. ولو انا جيت دلوقتي قلت له اساين فريم باس، حط لي باس على الفريم دوت، حط لي باث 1 اللي انا لسه معرفه. ممكن يبقى فيه كذا باص، يعني ممكن يبقى فيه حاره ماشي فيها تركات تقيله وحاره ماشي فيها تركات خفيفه، فانا عايز احط هنا ايه؟ التركات الخفيفه مثلا. فاقول له حط لي هنا باث 1. اول ما احطه هلاقي لون الفريم ده ايه؟ شكله اتغير. ده معناه ان محطوط عليه ايه؟ محطوط عليه موفينج لود. ده مش بس كده، لازم اخش جوه قائمه ديفاين واعرف لود كيس لود باتر اسمها موفينج لود. ازاي؟ انا همسح كل دول عشان ما لهمش لازمه. نمسح الوولز، فلورينج، الارثك ويك، الويند. لا انت كده احنا لسه ما حطيناش لود، احنا حطينا عليه باص هيمشي عليه ايه؟ عرب، هتمشي عليه التراك المعينه. تمام؟ انا عرفت بقى اللود دوت فين؟ في الموفينج لود.
يعني انا اذا بقول له حط لي على الفريم ده باص معين هتمشي عليه العربيه، وقمت رحت معرف له مسبقا قبليها ان الباص دوت ماشي عليه عربيه فيكل كان وزنها 500 10 15 500 تمام. لا انا كده حطيت، لان انا يعني انا عملتها اندايركت، عملت ايه؟ عملت باص حطيت عليه حمل، وقمت رحت دخلت على الفريم حطيت عليه الباص ده اللي هو متعرف له حمل اساسا تمام. هاجي هنا اعرف موفينج لود، هقول له ان في حمل اسمه موفينج لود، وبعد كده نوعه لو انا جيت دخلت هنا في الاذر هلاقي في حاجه اسمها فيكل لايف سوبر داد روف باتر اذر. هي كانت فين؟ فيكل لايف. لو انا قلت له اد وانت رحت عملت فيها موديفاي، لا هي ثانيه ما بتعرفش من هنا معلش سوري، هعمل ديليت لدي تمام. لو انا هعرف بقى اللود كيس بتاعه الموفينج لود، مش هعرفها من اللود باتر، هعرفها من اللود كيسز، هخش جوه قائمه لود كيسز دي تمام. هي ممكن تتعرف من هنا بس انا مش هقدر اعمل لها موديفاي، انا عايز اخش واعدل فيها. يعني ممكن يا جماعه احنا اي لود بنعرفه نقدر نعرفه من لود باترن ولود كيسز، واي حاجه انا بعملها من اللود باترن هتظهر في اللود كيسز. يعني لو جيت فتحت اللود كيسز دي هلاقي فيها ايه؟ كل الاحمال اللي كانت متعرفه، على الرغم ان انا مسحتها منين؟ مسحتها من اللود باترن، بس لسه ما مسحتهاش من هنا. فبالتالي حتى لو مسحتها من اللود باترن هي لسه موجوده فين؟ في اللود كيسز تمام. يعني اذا انا اقدر اعرف من اللود باترن او اقدر اعرف من اللود كيسز، واقدر امسح منها واضيف وهكذا. هقول له هاد نيو لود كيس، كاني بقعد نيو لود باترن، واجي اقول له ايه؟ هنا بيسالني الحمل بتاعي ستاتيك، لا انا الحمل بتاعي مش ستاتيك. هاجي اقوم انزل تحت اقول له ان هو ايه؟ موفينج لود. هتظهر لي هنا موفينج لود، اقدر اخش واعدل فيها براحتي تمام. وبعدين اقدر اسميها، اقدر اقول انها اسمها ايه؟ موفينج 1 مثلا. بعد كده بيقول لي الحمل الموفينج بتاعك بتاع انهي فيكل. افرض انا معرف 10 فيكلز، يبقى انا اختار ايه؟ الفيكل بتاعتي اللي اسمها فيكل 1. لو انا جيت نزلت تحت كده هيظهر لي كل الفيكلز اللي متعرفه. يعني لو معرف فيكل 2 3 هتظهر، اقول له فيكل 1، بيقول لي السكيل فاكتور بتاعها بكام؟ لا هو بواحد، واقول له اد تمام. وهنا قال لي ايه؟ قال لي سيلكت الباس ديفينيشن. لو انا كان عندي 10 باسز هيمشي عليهم الحمل، يبقى ده ايه؟ هيظهر لي هنا كل الباسز، اقدر ادخل واطلع منهم اللي انا عايزه. يعني امشي، ممكن اقدر امشي التراك ده على 10 باص او 2 باص او 3 باص زي ما انا عايز، واقول له ايه؟ واقول له اوكي. يبقى اذا الخطوات اللي عملناها دلوقتي بالترتيب، اول حاجه عملت دي، اول حاجه اعرف رقم الاليمنت اللي انا همشي عليه الايه؟ همشي عليه التراك. ديفاين الباص، واختار الايه؟ واختار الاليمنت اللي هو هيبقى الباص. ولو في سنتر لاين اوفست اقول له السنتر لاين اوفست بتاعي بكام. تاني حاجه بعرف الفيكل. يعني ايه اعرف الفيكل؟ اعرف الليدنج لود، الفيكسد لود، التريلنج لود تمام. كده بقت اسمها فيكل. فيكل 1 اللي هي كانت لسه في الصوره كنا مبينينها من دلوقتي، دي اسمها فيكل. ممكن اعرف فيكل 2 3 4 اي حاجه زي ما انا عايز، او على حسب الكوبي بتاعي عليه احمال شكلها عامل ازاي تمام. بعد ما عرفت الفيكل قمت رحت ايه؟ هاساين الباص ده على الايه؟ على الفريم. ازاي؟ اختار الجروب بتاع الفريمات اللي هيمشي عليه الحمل، واقوم داخل على اساين فريم، بعد كده ايه؟ هلاقي فيه كلمه باص تمام. هلاقي فيه كلمه، طبعا هنا دي انا خلصته، بس هلاقي كلمه باص ايه؟ اتعملت. بعد ما خلصت كل ده اعرف لود كيس اسمها موفينج لود. ازاي؟ ديفاين لود كيسز. طبعا انا عملت كانسل في القديمه فطير لي كل حاجه، لازم ادوس اوكي. بس اعرفها ازاي؟ هقول له اد نيو لود كيس، هنا كاتب لي ستاتيك، لا انا عايزها ايه؟ موفينج لود. هتظهر لي اقدر اسميها، اقول له مثلا اسمها موفينج 1، وبعدين فيكل 1 السكيل فاكتور بتاعها بواحد، اقول له اد اوكي. لازم انا ادوس اوكي كده اللود موفينج لود ايه؟ اتعرفت. اعمل ران دلوقتي، ران ناو. كل الكيسز دي انا مش عايز اعمل لها ران، انا مش عايز غير الموفينج مثلا واللايف والديد مثلا. بقول له ران ناو، ابتدى طلع لي الشكل ده، مطلع لي دلوقتي بيقول لي ديفورم شيب نتيجه للديد. الديد اصلا ما فيهوش ايه؟ احمال. فبالتالي الاحمال الوحيده اللي موجوده هي الايه؟ الموفينج.
فانا لو عايز ابين مثلا المومنت على الفريم ده نتيجه للموفينج لود لازم اختار هنا اقول له ايه موفينج 1 واقول له وريني مثلا ام 3 3 واقول له اوكي. ظهر لي ايه؟ ظهر لي شكل الاكستريم فاليوز بتاعت الايه؟ بتاعت الموفينج لود، تمام؟ اللي هو ماكسيمم بوزيتيف وماكسيمم نيجاتيف وهكذا. ونفس الكلام على يعني هي مطلع لي نتيجتين، نتيجه بوزيتيف ونتيجه نيجاتيف. نتيجه الاحمر هي دايما الاكستريم بتطلع كده، باخد الماكسيمم من البوزيتيف والماكسيمم. حتى لو بصيت ممكن البرابله دي يكون ليها جزء فوق بس هو شطب لان خلاص دول غطوا وهكذا، تمام؟ ده موضوع الايه؟ الموفينج لود. في اي مشاكل فيه؟ تمام كده؟ ايه؟ طب ماشي خلاص اوكي. نطبق الاكزامبل ده وبعدين ناخد بريك ونكمل. بالظبط اه. نصور الورقة وبعدين نطبق. ماشي ماشي. أنا نسيت تشرب ايه طيب بقى؟ نسيت. ينسون ماي معلش. معلش. طب نجيب لك ينسون تاني؟ ماشي المهم ماي. برنامج الساب حلو؟ أظن بقى ما بتشتغلوش ماني ولا تاني بقى. لا بس انتوا المفروض بقى عندكم خبرة يعني تبصوا على الفريم تعرفوا جايب مومنت كام الكلام ده، فبتقدروا تحكموا على الأرقام اللي هتطلع صح ولا إيه؟ يعني دلوقتي الواحد بعد مثلا ما اشتغل منشآت كتيره بقى يبص الكاميرا دي عارفه ان هيجي لها مومنت كذا، لو طلع عليها اكبر يبقى خلاص تبقى دي فيها حاجه غلط، ابتدي ابص عليها الدنيا بتاعتها مش مظبوطه وهكذا صح؟ طب ممكن نرسم الفريم ده ونعمله دلوقتي نعمل الاكزامبل ده. تمام ماشي خلاص نعمله. ان انا كده عايزه يعني لا هو كده الفريمات كده ماشي ماشي لا لا هي هي مش مشكله نعمل 3 دي فريم دلوقتي. نعمل دي ازاي يعني اللي هي الفريمات بتاعتها؟ تمام اختار فريم واحد. ما هو لا لو انا عملت كده هو بيطلب رقم واحد بس ما بيطلبش ارقام كتير. ما هو لو كان كله حته واحده بس انا اللي بيحصل ان هو بيبقى متقسم يعني هو افرض افرض انا مقسم عشان ازود الدقه تمام. فلو مقسم يعني دلوقتي انا لو قسمته لو ملاحظ دلوقتي هلاقي الاحمال ايه متقسمه صح. فانا لو كنت مقسمه ومخليه حتت صغيره هو بيطلب مني في الباص رقم واحد للفريم ما بيطلبش ارقام كتير. فانا بحط له رقم وبعد كده بحطهم في جروب واقول له نفس الباص ده حطه للجروب ده. يعني انا لو قسمت اكتر هضطر اخد برضه الجزء المتقسم بمعنى ان هو لو كان كله فريم حته واحده فخلاص انا اخدت الرقم بتاعه. بس ده ما بيحصلش
اللي بيحصل ان بتبقى الدنيا متقسمه لحتت صغيره عشان الدقه بتاعتي تزيد، فباخد حته صغيره واحط عليها الباص، وبعد كده بقوم مكمل الباص على الجروب اللي انا مختاره. حتى لو اكبر من الفريم او اللاين اللي انا مختاره؟ يعني ايه لو اكبر من الفريم؟ يعني ما هي ما هنا اكبر، يعني هنا مش انا دلوقتي، عشان هو ده الفريم. تمام. انا لو انا بعمل ديفاين للباص، هو طالب مني رقم واحد للفريم بس. شوفي انا لما هنا عملت له جروب، قام راح حط ايه؟ حط نفس الباص على ايه؟ على الفريم اليمنت رقم 34 و35 وهكذا. ولو كان في عندي 10 فريم اليمنت كان عمل عليهم كلهم نفس الكلام. انا قصدي حتى لو هو العرض بتاعه متر. يعني ايه العرض بتاعه متر؟ اللي هو الفريم، يعني بدل 10 متر ان هو متر. تمام. من الاول عرف عليه ماشي. المشكله نسيت بقى نسيته معلش. شكرا. انا هعمل اكزامبل تاني، هنعمل واحد تاني غير ده. طيب اسمه بقى التسجيل حضرتك الجمله. لا حضرتك خليه الاخر. فريم ده، الفريم ده 2D، عايز اقلبه 3D. هعمل ايه؟ انا دلوقتي كل الجريدز بتاعتي اللي كانت متعرفها اد نيو ويندو عشان اوريها في 3D. ده شكل الفريم في 3D صح؟ الجريدز كانت عندي واحد بس في الوال، لا انا عايزه يتكرر يبقى ايه؟ يبقى كذا واحد. تمام. هاجي امسك الجريدز دي، لو انا عملت عليها دبل كليك يفتح لي الايه؟ بس طبعا انا عشان عامل ران والقفل ده مفتوح مش هقدر اغير اي حاجه، لازم انا افك الايه؟ القفل. كنسل. هعمل فايل سيف از عشان برضو ايه يبقى الفايل ده معانا، نسميه موفينج لودز رقم مثلا 3. سيف. لو انا جيت طبعا انا لما بعمل سيف از بيحفظ الفايل القديم وبيفتح الفايل الجديد ده والقفل بتاعه مفتوح اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. لو انا عملت دبل كليك على الجريدز دي، هو ما عنديش غير كام واحد في الواي؟ واحد بس. انا افرض عايز اضيف واحد كمان، واحد على بعد كام؟ وليكن 5 متر. تمام. وبعدين قمت رحت قلت كمان في واحد على بعد 10 ومثلا 15 20 25 مثلا، وقلت اوكي. لقيت ايه؟ لقيت الجريدز اللي موجوده هنا اتكررت. تمام. انا مثلا عايز اكرر ده اكس زد، انا طبعا اقدر اناور ما بين البلانات بالاوبشنز اللي فوق دي 3D اكس واي اكس زد واي زد. تمام. اناور ازاي؟ اقدر اخلي طبعا هنا الويندو ديت اقدر اصغرها واكبرها، هي صغرت وكبرت بقت كده بقت حاجه صغيره، لو انا عملت عليها دبل كليك تكبر بالمنظر ده. هنا بيقول لي انا موريك الواي زد، لو انت عايز الاكس زد هيبان لي الايه؟ الاكس زد كده. اقدر اخش واطلع ما بينهم بالايه؟ بالاسهم دي. لو انا دوست على الاسهم عمال بيتحرك ما بين الايه؟ ما بين الاكس زد المختلفه، شايفين علامه زرقاء هنا، معناه ان هنا ما فيش حاجه. دوست سهم كمان عمال بيتحرك ايه ما بينهم لحد ما جه هنا ووقف فين؟ عند الفريم. انا عايز امسك الفريم ده اكرره في الايه؟ في البلان ده. هيتكرر ازاي؟ هيتكرر في اتجاه الواي. تمام. ازاي؟ اقول له امسك لي الفريم ده كله وبعدين اقول له ايديت. في حاجه هنا بقى اسمها ريبليكيت. لو انا همسك الفريم ده اكرره على ايه؟ على الواي. تمام. واقول له ريبليكيت. ريبليكيت هنا بيسالني هل انت عايز تعمل لينير ريبليكيت؟ ريبليكيت يعني تكرار. بيقول لي هل انت عايز تعمل لينير ريبليكيت؟ يعني ايه لينير؟ يعني عايز تكرره اكس، تكرره واي، تكرره زد، براحتك. هل انت عايز تعمل ريدي ريبليكيت؟ يعني ممكن امسك الفريم ده الفه ويبقى ايه؟ يبقى سلندر ويبقى زي حته مدوره كده. تمام. وفي حاجه اسمها ميرور، اقدر اعمل له ميرور ايه؟ جنبين الناحيه الثانيه. تعال نمسك لينير ريبليكيت دي، انت عايز تكرره فين؟ يعني عايز اكرره في انهي اتجاه؟ في اتجاه الواي. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ انا عايزه انا دلوقتي، لا انا كنت معرف واي بوزيتيف 5 10. تمام. هاجي اقول له ايه؟ انا عايز اكرره في اتجاه واي والديستنس ما بين كل فريم والتاني 5 صح؟
وبيقول لي النمبر بتاعهم كام. انا عايز اكرره كام مره؟ 1 2 3 4 5. طب بعد اول واحد؟ لا. يبقى انا عايز اكرره كام؟ 5 مرات. بيسالني سؤال ظريف جدا، هل انت عايز تديليت الاوريجينال اوبجكت، يعني عايز تمسح القديم؟ لا، انا عايز اسيبه ايه زي ما هو، تمام. وبعدين اقول له اوكي. لو انا قلت له كده عمل ايه؟ كرر الفريمات فين؟ في اتجاه الواي، تمام. طب افرض بقى انا عايز ارسم ايه؟ فريم فوق، تمام. هاجي كده اقف في الاكس واي، ظهر لي ايه في الاكس واي؟ لو انا بصيت البوكس الازرق متعلم كاني واقف عند ليفل كام؟ زيرو. طب انا افرض عايز اطلع عند الليفل اللي فوق، او ما اطلع بالسهم اللي فوق دوت كده، طلعني عند ليفل كام؟ عند ليفل 5 اللي هو عند اللي فيه الايه؟ اللي فيه الفريمات دي. انا افرض عايز ارسم ايه؟ فريمات بالعرض. هاجي كده على علامه الفريم دي واقول له انها مثلا بيم كام؟ متر و50 في 50، واقوم ايه؟ تمام؟ هاجي اقوم امسك الفريم دوت كده واقوم عامل من اول هنا، ارسم فريم من اول هنا لحد هنا، واقدر ارسمهم واحد واحد. طب ما في اوبشن ريبليكيت، خلاص سهل عليا الدنيا. اقدر اعمل ايه؟ اعلم على الفريم دوت واقول له ايديت ريبليكيت، وكرره لي المره دي بقى في اتجاه ايه؟ اكس. برافو. كم كم الديستانس بتاعته كام؟ لو احنا فاكرين كان 10 متر، فهقول له 10 وبوستيف. طب انا هسيب واي دي زي ما هي، ده معناه ان هو هيكرر لي الفريم اكس واي اكس واي. لا، يبقى واي دي لازم اخليها كام؟ زيرو. طب عددهم كام؟ عددهم 3، لان انا راسم واحد واسيب ما اقولوش ديليت الاوريجينال اوبجكت واقول له اوكي. عمل لي ايه؟ رسم لي الفريمات بالمنظر ده. طب افرض في حاجات بالعرض، يعني افرض في ايه؟ دي اللي اسمها المين جيردرز. طب افرض في حاجات اللي هي الفلور بيمز، او بنسميها الايه؟ السكندري بيمز، حاجات سكندري، تمام. يعني العشرة دي مثلا متقسمه في خمسات هنا، تمام. يعني وليكن اجي بقى اخش جوه الايه؟ جوه الجريدز، اعمل دبل كليك عليها كده واقول له ان الاكسات ما بقتش 0 10 مثلا، بقى في 5 و15 و25. يعني انا هقول له دلوقتي ضيف لي جريد عند 5 وضيف لي جريد عند 15 و25، يعني في نص كل جريدز فيهم. وقلت له اوكي اول اوكي كده وتاني اوكي، هو قام راح مرتبهم. لو انا عايز اتاكد ان هو رتبهم هعمل دبل كليك على الجريدز اهي تاني، قام راح مرتبهم 0 5 10 15 20 وهكذا. ظهر لي ايه؟ ظهر لي جريدز هنا، تمام. ممكن ارسمهم كده عادي مانوال بايديا، او اعمل لهم ريبليكيت عادي. انا بالنسبه لي دلوقتي بدل ما اخش واعمل ريبليكيت تاني ارسمهم مانوال كده، لكن هما لو كانوا 20 او 30 واحده بالنسبه لي ان انا اعمل لهم ريبليكيت اسهل، تمام. كده بقى عندي ايه؟ بس ثانيه واحده كده بالظبط. دلوقتي انا لو ركزت كده الفريمات دي اترسمت فين؟ اترسمت في البلان اللي تحت. ليه؟ لان انا لما كنت برسمهم هنا برسمهم في 3 دي فيو. طب افرض انا عايز اتلافي الخطا ده، هو اصلا الخطا ده جه نتيجه لايه؟ نتيجه وانا برسمهم الحته دي كانت ايه؟ 3 دي. يعني انا برسمهم في 3 دي، كان المفروض اتاكد ان انا برسمهم في الاكس واي وعند ليفل كام؟ 5. لو انا بصيت عند ليفل 5 دول ايه؟ مش موجودين. لكن لو نزلت تحت بالاسانسير دوت لقيت الايه؟ الفريمات بتاعتي موجوده. اعمل ايه؟ يا اما امسحهم وارسمهم من الاول، يا اما امسك دول كده بالمنظر ده كده واقول له اعملهم لي موف كام؟ 5 متر. ازاي؟ ايديت موف في اتجاه الزد كام؟ 5. بوست في 5 متر واقول له اوكي. هيطلعوا يبقوا ايه؟ يبقوا فوق. لو انا طلعت دلوقتي هلاقيهم فوق بالمنظر ده، تمام لحد دلوقتي. طيب دلوقتي انتوا عندكم الاكزامبل بتاعكم بتحركوا التراك على الفريم ده مثلا، صح؟ انا عايز احرك الفيكل العربيه بتاعتي على الايه؟ على الفريم ده. تعال نعمل الخطوات من الاول تاني. ازاي؟ اول حاجه بعمل ديفاين، بخش على موفينج لود دي، بعرف فيها ثلاث حاجات. اول حاجه باث، بعد كده فيكل ايه؟ كلاسز. باص اهو هعمل باص اسمه باص 2، اهو اد نيو باص، تمام، اسمه باص 2. لازم اكون عارف رقم الفريم اللي انا همشي عليه الايه؟ همشي عليه التراك بتاعتي. طب انا مش عارفه اعمل ايه؟ اعمل كانسل كده واخرج بره واقول له من سيت ديسبلاي اوبشن بين لي الليبلز بتاعت الفريمز واقول له اوكي. طيب هنا عشان انا راسم الفريم ده كله حته واحده فمعمول له ايه؟ رقم 1 75. يعني هو رقم واحد لكل الايه؟ لكل الفريم ده، لانه
حته واحده. طب افرض انا لو عايز اقسم الفريم ده حتت، ممكن امسك كل البلان ده، شايفين انا مختار ليه البلان كله، هقول له اعمل لي ديفايد للفريم مع الجوينتس اللي مختارها. هيعمل ايه؟ هيمسك الفريمز اللي بالطول دي ويقسمها، طالما في جوينت هنا وفي جوينت هنا يبتدي يقسم ايه عند الجوينتس. ازاي؟ هاجي كده على edit، edit lines، divide frames، قطعها لي بقى المره دي ايه بالاوبشن الثاني بقى break at intersection with selected joints، قطع لي الفريمات دي مع selected joints واقول له اوكي. لو لاحظت كده عمل ايه؟ كان الفريم ده كله حته واحده وكان رقمه 75، قسمه بقى ايه ليه ارقام. طيب همسك انا الفريم دوت وهو رقمه كام؟ 134. خلاص عرفت الرقم بتاعه، هاجي كده على ديفاين موفينج لود باث اد نيو باث، حط لي عند الفريم رقم 134 باث السنتر لاين بتاعه بكام؟ بزيرو. انا مش عايزك تعمل سنتر لاين اوفست، انا عايز التراك يمشي على الفريم، واقول له اد، ده خلي بالكوا بقى باث 2 ها. اوكي اوكي كده انا عرفت باث 2. نعرف الفيكل، ديفاين موفينج لود فيكل، بعد كده اقول له اد فيكل، هيعمل فيكل جديده اسمها فيكل رقم 2. هقول له عرف لي اللي هو الليدنج لود قيمته اليونيفورم بتاعته 0.5 طن وما عليهوش اي اكسل لود، واقول له اد. قام راح عمل لي ايه؟ عمل لي اللون الاحمر، ده معناها ان كل دول عليهم نص طن بير متر سكوير. بعد كده هقوم اعرف واحد جديد اسمه الفيكسد، ظهر لي ايه؟ المينيمم ديستانس، هو بيقول لي الديستانس بتاعته عن اليونيفورم ده كام، وليكن 1.5 مثلا. وبعد كده قيمه اليونيفورم بزيرو، معلوش اي يونيفورم، وفي اكسل لود قيمته 20 طن، واقول له اد. قام راح عمل ايه؟ عمل ال 20 طن دي. بعد كده هقول له في فيكسد لينس ثانيه على بعد مثلا 4 متر وقيمتها 30 طن او 40 طن مثلا، واقول له اد. عمل ايه؟ عمل على بعد كام؟ احنا كنا حاطين 4 متر، حط كام؟ 40 طن. وبعد كده اقول له فيكسد لينز على بعد مثلا 1.5 والاكسل لود بتاعتها بزيرو، دي فايدتها ايه؟ عشان تسيب لي مسافه بعد اللود دوت، واقول له اد. حصل ايه؟ حط لود زيرو بعد مسافه كام؟ بعد مسافه 1.5. بعد كده اقوم احط الايه؟ التريلنج لود اللي هم اللي باقيين اللي هم دول، والقيمه بتاعتهم كام؟ 0.5 طن، واقول له اد. كده انا عملت ايه؟ حطيت التراك بتاعتي اللي احنا عارفينها، اللي قلنا هي قيمه يونيفورم كونسنتريتد كونسنتريتد بعد كده ايه؟ يونيفورم. دي الفيكر رقم 2. انا دلوقتي اللي بيبقى عندي بيبقى وينش مثلا 10 طن، هي دي فيكسد، يبقى هو كونسنتريتد فيكسد بس بس بالظبط تمام. واقول له ايه؟ اد اوكي اوكي اوكي. لو انت عندك الفيكل بتاعتك كونسنتريتد لود اد فيكل 3، هقول له ان انا عندي فيكسد لينز المينيمم ديستانس بتاعتي باي حاجه، الاكسل لود بتاعي مثلا 20 مثلا، هقول له اد. قام راح حاطط اكسل لود وخلاص خلص الموضوع على كده. ودي الفيكر رقم 3 وحركها على الكاميرا بس، مش محتاج اي حاجه تاني. ده هي الثانيه دي هي الصعبه تمام. واقول له ايه؟ واقول له اوكي. انا دلوقتي عرفت الديفاين اول حاجه زي ما قلنا الباس والفيكلز، وبعد كده الفيكل كلاسز هو بيبتدي يعرفها لوحديها. قام راح خد فيكل رقم 1 اقدر اضربها في اي سكيل فاكتور موجود تمام. امسك بقى اللي هو بقى شويه الفريمات دول معايا واحطهم في جروب مثلا، ده بقى اسمه مثلا assign to group، وليكن هسميه جردر 1 مثلا، ومثلا دي جردر 2 ودي جردر 3، وكل واحد اقدر احط عليه الباص اللي انا ايه اللي انا عايزه مثلا، واقول له اوكي. انا عايزك دلوقتي يا ساب هسلكت تاني بروبرتيز جروبس، اختار لي جروب رقم 1 ده اوكي. قام راح مختار لي الايه؟ الفريمات دي. هقول له assign على الفريمز دي حاجه اسمها ايه؟ باص. يبقى هيمسك كل الفريمات دي يحط عليها الايه؟ الباص بتاعه. طيب بيسالني دلوقتي انت عندك اثنين باص، باص 1 وباص 2، عايز تحط عليهم انهي؟ هقول له حطوا لي على باص 2 تمام. كده هيحط باص مش فيكل ها، هيحط الباص على الايه؟ على الفريم اليمنت ده، واقول له اوكي. قام راح حط عليه الباص وقام راح اغير ايه؟ غير لونه. طب افرض شويه الفريمات دول عايز احط عليهم باص تاني، اقول له assign frame باص وحط عليه باص 1 مثلا مش باص 2. قام راح حط عليه ايه؟ باص 1. لو انا لاحظت ده لون
وده لون تاني، فكل واحد عليه باص ايه مختلف. انا لسه ما حطيتش اي لودز، تمام. اللودز بقى هتتحط فين؟ هتتحط وانا بعمل ديفاين للود كيسز، بعمل موفينج لود 1 ده هقول له اعمل لي ايه، اعمل لي موديفاي على اللود كيس دي او اد نيو لود كيس براحتك. هقول له ان اللود كيس دي اسمها ايه، اسمها موفينج لود، نوعها مثلا موفينج تراك مثلا، هسميه موفينج تراك. هنا بقى بيسالني فيكل 1 السكيل فاكتور بتاعها كام، هقول له انا دلوقتي مثلا مش عايز فيكل 1، انا عايز فيكل 2 والسكيل فاكتور بتاعها بواحد، واقول له اد. بيقول لي دلوقتي انا هحط فيكل 2 على باص كام، على باص 1 وباص 2، تمام. ده الكلام ده في الحاله الصعبه، انتوا الكيس بتاعكوا اسهل من كده، بس ده مع لو انا عايز احط الفيكل دي على ايه، على باص واحد من دول، ممكن اعمل ايه، هقول له ريموف باص واحد ده ودخله لي هنا، فقام راح كده. ده معناها ايه، السلكتد باص اللي هيتحط عليه الفيكل هو فيكل رقم 2. افرض انا رجعت في كلامي وعايز احط ايه اللود ده على الاثنين، ايه على الاثنين باص، هقول له اهو مدخله هنا. افرض انا مش هحط على ولا باص، هقوم اعمل ريموف لده وريموف لده، ده معناها ان الفيكل دي مش هتحط على اي باص، ولما اجي اعمل رن كل حاجه تطلع بزيرو. فاجي اقول له ات الاثنين ايه، الاثنين اتحطوا، واقول له اوكي اوكي. اجي دلوقتي اقوم اعمل رن، رن ناو. هو طبعا هنا مبين لي ال ام 3 3، لو انا جيت هنا في 3 دي ابين 3 دي من هنا، لو انا لاحظت كده هلاقي ايه، هلاقي في فريمات عليها لودز اللي احنا ايه، اللي احنا كنا معرفينها، اللي هو ده واللي هو ده، فهلاقي عليهم الاحمال بتاعتي اللي هي دي، وفي حاجات تانية معلهاش، ما حطناش عليها اي لودز، فالاحمال عليها بكام، بزيرو، تمام. دي الباصص اللي احنا، الباص اللي احنا كنا عاملينها. لو انا مثلا جيت خدت الفريمين، انا افرض عايز اسلكت شويه فريمات واستفرد بيهم لوحدهم، يعني انا عايز امسك الاثنين فريم دول وعايز ابينهم هما بس، اعمل ايه، هعمل كليك يمين واقول له ايه، شو سيلكشن، اول الفريمين دول هما اللي ايه، هما اللي بان، اقدر ابين دول لوحدهم ودول لوحدهم واقول له شو سيلكشن اول، يعني باين ايه، باين دول بس، فباين ايه، باين الفريمين دول، اقدر ابينهم في 3 دي. عامل لي هنا، حط لي هنا الحمل اللي موجود هنا قيمته كام، وهنا موجود ايه قيمته كام، باين لي هنا اللودز اللي موجوده. يعني لو انا جيت هنا في الاكس زد، الواي زد مثلا، هنا ده قيمه الموفينج، اللي هو لما الموفينج لود تتحرك على الفريم ده مديني قيمتها، ولو هتتحرك على الفريم ده ايه مديني قيمتها، تمام الكلام ده. نعرف نعمل 3 دي فريمز، ده بنسميه 3 دي فريمز. اول حاجه نبدا بالاكزامبل البسيط اللي هو ده، نبتدي نعمله مع بعض كده، نقعد ربع ساعة كده، فيه ربع ساعة خدش اكتر من ربع ساعة. نعمل أول حاجة الفريم ده كأننا بنعمل حاجة في الإكس واي، وبعد كده نشوف موضوع الريبليكيت ده ازاي. أنا هقفل التسجيل بقى خلاص.